الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يدبر الأمر، يخلق ما يشاء، يفعل ما يريد، إن الحكم إلا لله. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. لا يحيطون به علما وهو بكل شيء محيط، قاهر فوق عباده، لطيف بعباده، ودود رحيم، غفور، بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، الذي شرح الله صدره ورفع ذكره وقرن اسمه باسمه وجعل طاعته من طاعته. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بأداب شريعته والتمسك بأديال آله وعترته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الكرام وصحابته الأبرار، ونخص من بينهم الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين، وأمهما فاطمة الزهراء وما ولدت إلى يوم الدين، وتابعيهم ومحبيهم إلى يوم الدين. ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم، وألحقنا بهم على غير حال، غير خزايا ولا مفتونين. أما بعد، يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، الناس تائهون عن الحق بالعقل، وتائهون عن الآخرة بالهوى. إذا استخدمت العقل بطريقة خطأ وبمقدمات خطأ مع وجود هوى في نفسك، فهيهات أن تصل للحق. فالحق نعمة كبيرة جعله الله مناطا للتكليف، وكل نعمة إذا أسيء استخدامها كانت سببا للعذاب وسببا للوبال. فالعقل أداة للفهم والإدراك، والفهم والإدراك لابد أن يكون خاليا عن الهوى المسبق الموافق للشهوة والرغبة لتحقيق عاجل من أمور الدنيا. الهوى دائما يكون سببا وناتجا عن وجود شهوة خفية تريد أن تحققها في دنيا عاجلة، شهوة مال، فيجعله يحصله حتى من الحرام، شهوة رياسة فيجعله يتملق ويرتشي ويرشو
ويفعل ما يشاء حتى يصل إلى المنصب. شهوة امرأة فيقع في الزنا، شهوة شهرة فيفعل كل غريب ليشتهر ولو كان غير موافقا لفطرة الإنسان، فقد يتعرى وقد يتقصع وقد يتكلم بطريقة غريبة، كل ذلك ليلفت الانتباه حتى يشتهر. كلها شهوات دنية، وكلها من ورائها غريزة النفس، هذه النفس التي تولدت من التقاء الروح بالجسد. فالروح نقية بطبعها، دراكة بطبعها، طاهرة بطبعها، تهفو إلى معالي الأمور. سر من أسرار الله عز وجل جعله في الإنشاء الإنسان، ميزه على سائر خلقه، وكان هو سر إسجاد الملائكة لأبينا آدم، لا لكونه خلق من طين بل لأنه نفخ فيه من روحه. فهذه الروح نقية بطبعها، دراكة، مدركة للحقائق. لما ارتبطت بالجسد الحسي الترابي وتزاوجت مع هذا الجسد تولدت النفس. فالنفس محلها القلب، وهذه النفس لها عينان، عين تنظر إلى حقيقتها فتطلب معالي الأمور وتكره سفسافها، ولها عين على هذا الجسد الحيواني الذي له شهوات وله رغبات ويريد أن يعود لأصله من الأرض، فكل شهواته أرضية، والروح كل رغباتها علية. فتتولد هذه النفس الحائرة بين هذا وذاك، فإذا مالت النفس للطبع الحيواني مالت بالهوى، وإذا مالت النفس للطبع الروحاني تنقت وترقت. فالهوى منبعه ومنشأه نظر النفس لحيوانية الإنسان، فالإنسان عجول منوع يحب المال ويحب الشهرة ويحب الانتصار ويحب التشفي ويحب التميز ويحب الإعلان عن نفسه. فهذه الأشياء التي يحبها تكون هي هواه الذي يمنعه عن الوصول للآخرة حيث البقاء. فالهوى عجول يريد اللذة العاجلة، ولكن الروح تريد السعادة الأبدية، وهناك فرق بين اللذة والسعادة. اللذة تحصلها لحظية ويعقبها فتور، وإذا استغرقت فيها تملها وتأتي بالكآبة، وهذه حالة كل من سار خلف شهواته وأكب على فعل ما يريد ينتهي به للكآبة، أو أن يقاوم هذه الكآبة بالوقوع في الخمر فيشرب الخمر لينسى كآبته، لأنها لذة وقتية. أما السعادة شيء آخر يعقبه نشاط وليس فتور، وإقبال على معالي الأمور وراحة ورضا وعدم النظر للأمور العاجلة بل ينظر للأمور الآجلة. إذن وأين العقل في هذا كله؟ إذا كان روح تلقت جسد تولدت نفس، أين العقل؟ العقل هو الميزان الذي جعله الله سبحانه وتعالى يزن بين مرادات النفس الدنية وتحقيق رغائب الروح العلي، فجعله ميزان ينظر ويحاول أن يرجح،
وأن يدرك مآلات الأمور، فإذا فعل ذلك قد يؤدي في المستقبل إلى كذا، فيمنعه إن كان ما يؤدي إليه خسران، أو يدفعه للعمل إن كان ما يؤدي إليه يكون لتحقيق هدف. فالعقل هو الميزان الذي يزن الأمور بين النفس التي تريد أن تحقق المعالي بجهتها الروحية، أو تحقق اللذات بجهتها الحيوانية، فيأتي العقل كالقاضي يقضي بينهما في هذا النزاع، فيرجح فعل أحدهما على الآخر. ولما كان هذا العقل هو القاضي، كان هو مناط التكليف، لأن التكليف هو إقبال وإحجام، إقبال على الطاعات وإحجام عن المعاصي. فهذا الإحجام لابد فيه من عقل، والعقل عقال، والعقال يمنع الدابة من أن تتحرك بفوضى، بل لابد أن تتحرك في جهة غرضها لولا العقال واللجام. ولذا كان لجاما لهذه النفس التي هي كالحيوان الشرود غير المطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه النفس بالدابة الحرون، بالدابة الحرون، فأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم ألا نرهقها إرهاق زائد فنقتلها، وألا نطعها طاعة عمياء فتقدنا، وينتهي الأمر إلى أنك تقاد بما لا يصلح للقيادة. العقل له آفة، إذا نظر للحق من خلال منظار هواه وشهوته لم يره حقا، بل انقلب الحق إلى ضلال. ولذا الناس تائهون عن الحق بالعقل، كيف ذلك؟ لأنه نظر للحق بمنظار الهوى. فلا بد عند بحثك عن الحق أن تتخلى عن الآراء المسبقة والهوى الشهواني وتحقيق الرغبات الفانية، لا بد أن تتخلص من هذا كله. فإذا خلصت من ذلك وجدت الحق ظاهر. ولكن لو نظرت للحق من خلال منظار الهوى وجدته على غير لونه، كأنك تلبس منظار أسودا فترى الأشياء كلها عليها سواد، أو أخضرا ترى الأشياء كلها عليها خضر، أو أحمر، أو أي لون كان. ولذا يقول سبحانه وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه أي رغباته العاجلة التي جعل عقله يبذل جهدا لتحقيقها وليس يبذل جهدا للوصول للحق، فصار العقل مكبلا بتحقيق هذه الرغبات، فصار عقلا دنيا، وصار عابدا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فالله سبحانه وتعالى لا يهدي من يضل. انظر، الله يريد الهداية لكل العباد، ولكن الذي اختار الضلال الله لا يهدي. إن الله لا يهدي من يضل، إن الله لا يهدي من يضل، قراءتان. من يضل أي اختار الهوى، ومن يضل أي أضله الله لأنه اختار الهوى. فالقراءتان تفيد معنيان، والمعنيان يتعاضدان لبيان الحق. إن الله لا يهدي من يضل أي بهواه، وإن الله لا يهدي من يضله سبحانه وتعالى لأن الله لا يهدي من اختار الضلالة. الله يوفق الإنسان لما اختاره ويسأله عن اختياره، هذه هي الأمانة. فإن اختار الضلالة أمده في الضلال، وإن اختار الهداية أمده بالتوفيق. ولذا عليك أيها الإنسان عند بحثك في الحق أن يكون لك هاد فوق عقلك،
ولذا يقول الآية بدقة: فمن أضل ممن اتبع هواه، أي عقله المكبل بشهوته. يبقى هواه هو العقل المكبل بالشهوة. فمن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي بغير وحي. إذن الوحي والنبوات، وعندنا نقصد بالوحي هو الأنبياء والقرآن والسنة، هو الذي يقود العقل في وسط هذه الدوامات. فلا بد أن يجعل العقل الوحي سقفه، ولا يجعل الإنسان عقله سقفا يحكم به على الوحي. وكثير ممن جعل عقله يحكم به على الوحي أضله الله بالوحي، أضله الله بالقرآن، أضله الله بالحديث النبوي، لأنه جعل عقله يزن به الوحي لا ليدرك به الوحي، فصار عقله قاضيا على الوحي وليس قاضيا بين هواه وبين روحه ليتخير الهداية. وله منصب أعلى ممن أراده الله له. ولذا عليك أيها المسلم أن تجعل العقل سقفا لاختياراتك، وتجعل الوحي سقفا لعقلك، فتختار على مقتضى الوحي ولا تختار على مقتضى الطبع. اختياراتك تكون على مقتضى الوحي لا على مقتضى الطبع، لأن الطبع مغلف بالهوى. وكل الآيات القرآنية تكلم الإنسان على هذه الحقائق دون أن يدري. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي لا تقدموا عقولكم ولا آراءكم ولا شهواتكم ولا رغباتكم على الله ورسوله، أي على مراد الله وعلى نهج رسوله. فاجعل الله ورسوله فوق كل فوق، واجعل عقلك جهده لإدراك ما أراده هذا الوحي منك حتى تدرك الوحي. فإذا أردت أن تذهب للوحي بعقلك منفردا قد تضل، لأن العقل يدرك من خلال مقدمات، فإن كانت المقدمات غير متقنة وغير كاملة تكون النتائج التي يتوصل إلى العقل نتائج خطأ. ولذلك قالوا إدراك الحق بالعلم، والعلم يكون بالتعلم، والتعلم تلميذ ومعلم. فلا بد أن تتعلم من غيرك، لأن غيرك ينقل لك العلم من خلال ما أجمعت عليه عقول العقلاء، لأن عقلك قد يضل عن بعض المقدمات، لكن عقول العقلاء على مر العصور حدث بينهما تناقش ومناقشات فحصل شبه إجماع، فهذا الإجماع دليل قطعي لأنه أجمعت العقول عليه، فمخالفة الإجماع لا يكون إلا بالهوى. إذا نظر للمسألة بهوى وأدركها بعقله المقبل بالهوى فخالف ما أجمع عليه العقلاء. ولذا جعل العلماء، علماء الشرع الشريف وعلماء الأصول، أن الإجماع من أدلة الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجمع أمتي على ضلالة. فإذا خالف إنسان الإجماع احذره، ولو كان معسول الكلام ولو كان يحمل كل الشهادات احذره جيدا، لأنه ينظر للحق بمنظار هواه فأدركه على غير مراد الحق. وكثير من الناس يطعنون في السنة، يطعنون في البخاري، وقد أجمعت الأمة على صحة البخاري، صحيح البخاري، ليأتي هو ببعض النصوص في صحيح البخاري لا يدركها بعقله المريض، لأنه اعتمد على نفسه في قراءة النص ولم يعتمد على التلقي من العلماء الذين حملوا إليه عقول الأمة فيعترض. فإذا اعترض اعترض بعقله فتاه عن الحق. فهمت الجملة الأولى التي بدأنا بها الخطبة؟ الناس تائهون عن الحق بالعقل، إن انفرد العقل في البحث، ولكن لو تعاون عقله مع عقول العقلاء وعالج الهوى الذي يكون في العقل بسبب الطبع من خلال تمحيص آراء العلماء، فتكون المقدمات صحيحة فيصل إلى الحق
بصحة وإلا وقع في الضلال. الله سبحانه وتعالى يقد العقل، مزية العقل هو محله ثمرته العلم، الإدراك ثمرته العلم. العلم عند المسلمين غير العلم عند الحضارة الغربية. العلم عند المسلمين هو إدراك الغائب من النظر في المحسوس، هذا هو العلم، وهذا العلم الحقيقي، إدراك الغائب. لذلك كان علم الرياضيات دائما يأتيك بمعادلة فيها مجهول، فالمجهول غائب، من خلال مقدمات المعادلة تصل للمجهول، فهذا تدريبات عقلية. ولذلك قالوا علم الرياضيات يوصلك للحق، إذا تدرب عقلك على الرياضيات وأنك كيف تخرج المجهول من خلال بعض المقدمات التي أمامك، بشرط أن تكون وسيلتك لإدراك المجهول وسيلة صحيحة، يعني لازم تكون حافظ جدول الضرب وتعرف القسم، المسائل الأولية في علم الرياضيات. وإلا واحد مش حافظ جدول الضرب إزاي يطلع المجهول؟ إزاي مش حافظ، مش عارف إزاي يعمل القسمة وإزاي يعمل الكسور وإزاي يجبر الكسر وبعدين يصل إلى المجهول؟ مستحيل. فلابد أن تكون المقدمات صحيحة. فالعقل يبحث في الحاضر ليصل إلى المجهول، أما الذي يبحث في الحاضر ليصل إلى شيء حاضر وهو التجارب العلمية في الكيمياء وغيرها، فهذا يسمى علم تجريبي وليس علم عقلي. علم تجريبي تجربة. فالحضارة الغربية كلها قامت على التجارب والعلم التجريبي المحسوس، ولذلك هي حضارة مدنية أو تقدم مدني، أي يغير وسائل الحياة وطريقة المعيشة، لكن لا يغير في داخلك شيء ولا يعطيك في داخلك شيء. أما حضارة المسلمين فقامت على إدراك الغيب، والله هو غيب الغيوب، ولذلك تاهت الحضارة الغربية على الوصول إلى غيب الغيوب. والحضارة الإسلامية كان مقصودها كله تحقيق مراد غيب الغيوب من الخلق، وهو الله سبحانه وتعالى. لماذا خلقني؟ ولماذا يميتني؟ وماذا بعد الموت؟ من خلقني أولا؟ الله. لماذا؟ لأعبده وأحقق العمارة في الأرض والصلاح. وماذا بعد الموت؟ البعث والنشور وحساب جنة أو نار. هذه الحقائق لا تصل إليها بالعلم التجريبي، فهي أمور علمية تعلم بالنظر. لما غاب العقل عن منكر البعث والنشور جاءت الآيات بمقدمات لتبين أن العقل عليه أن يدرك الغائب. نحن لم نرى البعث والنشور بعد لأننا لم نمت بعد، فالبعث والنشور بالنسبة إلينا غيب. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمرنا بطريقة من خلال الآيات القرآنية ويلفت انتباهنا أن نقدم مقدمات محسوسة أمامنا نستنتج منها شيء غائب. فقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم نقلك إلى نظرة أخرى مقدمتين. انظر في نفسك أولا، كيف نشأت من بذرة صغيرة في رحم أم؟ من الذي سواك بهذه الصورة وأخرجك بهذه الصورة؟ أنت لم تدعي أنك سويت نفسك، هناك من سواك. هذه مقدمة أولا حتى يدلك على من سواك الذي لم تره. ثم مقدمة أخرى، أنت تراها ليست فيك بل في خارجك، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. يعني الذي فعل ذلك وأحيى الأرض أمامك من بعد من بذور غاصت في تربة فنبتت ظاهرة أمامك، وهو الذي أيضا جعلك بذرة في رحم أم، فالأم هي التربة التي نشأت أنت فيها كالشجرة التي نشأت من تربة الأرض، فكما أنشأ الأشجار التي أمامك ثم تقطع ويأتي المطر فيعاد إنبتها مرة أخرى، فكذلك أيها البذرة في بطن أمك كما أخرجك قويا رجلا وامرأة لك إرادة قادر أن يحولك إلى بذرة مرة أخرى بعد موتك، فيفنى من كل جسدك إلا عجب الذنب، وعجب الذنب هو الذي ينبت منه جسم الإنسان بالبعث والنشور. إذا أراد الله بعث الإنسان تمطر السماء مطرا لزجا ينزل على الأرض فينبت لحم الناس من عجب الذنب، وهو آخر جزء في العمود الفقري لا تأكله الأرض من أي إنسان. فكما ترى هذه مقدمات تستنتج بها فعل الفاعل الغائب عنك حسا، فلذلك يقول إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، ذلك بأن الله هو الحق. اللي أحيا الأرض أمامك وأحياك من بذرة صغيرة في رحم أم هو القادر أن يعيد إحياءك كما يعيد إحياء الأرض أمامك في كل موسم زراعي، وفي كل لحظة ينزل المطر فتعود الأرض بعدما كانت ميتة إلى مخضرة. مقدمات، مقدمات عقلية يراها كل عاقل. فإذا نظر إلى هذه المقدمات أدرك الفاعل المختار. ولذلك لما تكون المقدمات صحيحة يكون الناتج صحيح. فالله سبحانه وتعالى دلك للمقدمات العقلية. ولذا في الأزهر الشريف يعلمون الطلبة علم يسمى علم المنطق. فائدة علم المنطق هو ضبط العقل، كما أن فائدة علم النحو ضبط اللسان. فالنحو يضبط لسانك فتعرف ما هو المرفوع وما هو المنصوب وما هو المجرور، وعلم المعاني يضبط معنى الألفاظ المتركبة من الجمل، وعلم البيان يحسن طريقة إدراكك وتعبيرك عما تريد بطريقة بيانية لطيفة، وعلم البلاغة يعلمك كيف توضح المعنى فتبلغه لعقل من يسمعك. فهذه العلوم كلها علوم متعلقة بالنص، ثم لإدراك النص يأتي علم المنطق حتى يرتب عقلك ويعلمك كيف ترتب المقدمات للوصول للنتائج. فالمنطق يضبط العقل فيخلصه من الهوى، فيضبط المعادلة أولا، ثم بعد ذلك يأتي من خلال هذه المقدمات في المعادلة من النوع الأول والثاني والثالث على حسب صعوبة المسألة التي يفكر فيها ليدرك المجهول. فهذه العمليات عمليات كلها عقلية. فلذا كان العقل أداة لإدراك الوحي. أهل السنة والجماعة جعلوا الوحي فوق العقل، يعني العقل يستسلم للوحي، فما أدركه منه يفعله وما لم يدركه منه يسجد لله طائعا ويطيع، لأنه يعلم أن عقله ليس قادرا على إدراك كل شيء. فتأتي بعض الأمور الشرعية والتكاليف الشرعية تكون مجهولة الحكمة ليختبر عقلك، هل عقلك فوق الشرع يا ابن آدم فتنكرها بعقلك، أم أن عقلك ساجدا للشارع فتطيع دون أن تعلم الحكمة؟ لأنك لو أطعت بعد إدراكك للحكمة فقط فأنت عبد الحكمة ولست عبد الحكيم، وهو يريدك أن تكون عبدا للحكيم وليس عبدا للحكمة. فأخفى الحكمة في بعض الأوامر وأمرك بها تنصاع. الظهر 4 ركعات، لما لم يكن 6؟ لما لم يكن 5؟ لما لم يكن ركعتان؟ ولما في هذا الوقت بالذات ونحن في العمل وفي وسط العمل ونقطع عملنا؟ ولماذا العصر 4؟ ولماذا الصبح 2؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ ولماذا لا نعلم. أراد الله هذه الأمور
بحركة الشمس، أن يجعل مع كل حركة الشمس في زاوية من زواياها مع الأفق يفرد صلوات حتى تعبده فيها بهيئة معينة وكيفية معينة العقل لا يستطيع أن يصل إليها. ولكن عليك أن تنصاع، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يقول لك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. اشمعنى؟ لماذا؟ لماذا 7؟ ولماذا التراب؟ وهل التراب ينظف؟ أنا أغسل من التراب، فكيف أنظف بما أغسل منه وأنقي منه؟ أشياء غير معقولة، عقلا ما تفهمهاش، لكن نفذ، نفذ ولا تنكر. الملائكة لا تدخل كلب بيت فيه كلب، لماذا؟ الكلب وفي وجميل، ويجيب لك قصص بقى وفاء الكلاب وازاي بيقعد على قبر صاحبي ويبكي عليه علشان يعرفك ان ايه، ان الشرع ليس عنده حكمة بمنع الكلاب ان تعيش مع اصحابها وهم اوفياء، يريد ذلك كله حتى يلعب عليك. ولكن عليك ان تدرك ان ليس كل شيء في اوامر الشرع معلوم الحكمة، ولذا يعلله الفقهاء بقوله وهذا الأمر تعبدي. تعبدي يعني إيه؟ يعني غير معلوم الحكمة. لماذا انصاع الفقهاء إليه؟ لأنهم جعلوا الشرع فوق العقل فأخضعوا، ولم يجعلوا العقل يحكم على الشرع فينكر. مدرسة المعتزلة خالفت أهل السنة، جعلت العقل يحكم على الشرع، فما أدركه بالعقل كان مشروعا وما لا يدركه بالعقل كان منكرا. ولذا مدرسة المعتزلة كانت مدرسة بعيدة عن أهل الحق. لماذا؟ جعلت الحق أولا عند العقل، ثم جعلت العقل ينظر للشرع من علو، بخلاف أهل السنة جعلت الشرع في العلو وجعلت العقل ينظر إلى العلو، فجعلت العقل أسفل الشرع، والمعتزلة جعلوا الشرع أسفل العقل. ولذا أنكروا مثلا المعتزلة رؤية الله عز وجل في الآخرة، بالرغم أنها واضحة في القرآن وواضحة في السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر أو ترون الشمس في يوم أضحيان لا سحاب معه، يعني وضوح شديد، تشبيه لوضوح الرؤية وليست لهيئة الرؤية، لأن الشمس مستديرة ومن جهة، والله لا في جهة ولا يحاط به، فالتشبيه هنا تشبيه في الوضوح وليس في هيئة الرؤية. إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس أو القمر، لا تضمون في رؤية، يعني حتى لا تحتاج أنك أنت تضموا على بعض علشان إيه ترى شيء صعب أن يراه. أو قال لا تضارون، لأن أحيانا ما يبقى الشيء اللي عايز تراه مع وجود الزحام ده يدوس على ده علشان يرى فيضرك شيء. ولا تضارون ولا تضامون روايات. فأثبت النبي رؤية الله، والقرآن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقالوا الزيادة هي رؤية الله عز وجل. إذن وردت الرؤية في القرآن في نصوص كثير. المعتزلة يحفظون القرآن أكثر من حفظنا، ويدركون في اللغة أكثر من إدراكنا، علماء في اللغة، حتى إذا دخلت في كتب البلاغة والنحو لا تجد الشواهد والمصادر إلا عن طريق الزمخشري وأبو علي الفارسي، وكلهم كانوا من كبار المعتزلة، كانوا متبحرين في اللغة، فقهاء في اللغة، هم الذين أخرجوا الإعجاز اللغوي في القرآن حقيقة. ولكن لماذا ضلوا عن الحق بالرغم هذه المهارة؟ لأنهم جعلوا العقل فوق والشرع تحته، فالعقل ينظر إلى الشرع من علو. وأول هذه الآيات التي تدل على الرؤية، لماذا أنكروا الرؤية؟ لأن عقلهم قال لهم، عقلهم، انظر المقدمات خطأ، انظر بقى مقدمات خطأ فتنتجوا في الآخر ناتج خطأ. مقدمتهم إيه في إنكار الرؤية؟ قالوا الرؤية لا تكون إلا من جهة، وتكون تحتاج إلى ضوء،
نور يعني شعاع نور ينتقل من المرء إلى الرائي، وأن تكون فيها إدراك، والله لا في جهة ولا يفتقر لشعاع ولا يدرك، إذن ما فيش رؤية. انظر، يبقى أنكروا الرؤية لمقدمات عقلية على قدر عقلهم، وكأنهم حصروا الرؤية بهذه الهيئة التي يرونها في حال اليقظة، والله قهرهم في المنام وأنت نائم، وأنت نائم تغمض عينيك ولا ضوء، وترى في المنام بغير عين، وتنتقل في المنام بغير حركة. إذن هناك يا معتزلي رؤية غير الرؤية التي تدركها في اليقظة، فقد نرى الله بطريقة أخرى، لا من حركة ولا من ضوء ولا من جهة، كرؤيتك في المنام في حياتك وأنت نائم في المنامات التي تراها. فالله خلق المنام لتدرك أن هناك طرق أخرى للرؤية غير الرؤية البصرية، فتؤيد الشرع برؤى أخرى. فهم جعلوا مقدماتهم كلها مقدمات الرؤية حال اليقظة، ونسوا الرؤية حال المنام، فلم يدخلوها في المعادلة ليستنتج منها رؤية مخصوصة ليست كرؤيتك للأشياء في الدنيا. وبالتالي نرى الله لا من جهة ولا بغير إحاطة، ولا نحتاج لضوء ينتقل، لأن هناك رؤى تكون بغير ضوء وبغير جهة وبغير آلة كرؤيتنا في المنام. فلما جعل أهل السنة المقدمات صحيحة وصلوا لأن الرؤية صحيحة، ولما جعل المعتزل المقدمات ناقصة وصلوا إلى ناتج ناقص، ثم يستغلوا إدراكهم الكبير في اللغة فيؤولوا الآيات على غير مراد الآية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة فضل الله عليه، فيجعل ناظرة من الانتظار وليس من النظر، فيعترف بالآية لكن ما زال هواه نظر للآية بهوى مسبق وبرأي مسبق، فأولها على وفق مراده لا على وفق الحق. ولذلك أقول لك أيها المسلم، الناس تائهون عن الحق بالعقل، والمثال مدرسة المعتزلة، والناس تائهون عن الآخرة بالهوى، لأن العقل حتى إذا أدرك، وأنت من أهل السنة وأدركت الحق وعلمت الحق ومراد الله منك، أحيانا يغلبك الهوى فتعصاه. فإذا العقل يدلك على العلم الصحيح، ومخالفتك للهوى تجعلك تعمل بمقتضى العلم. فكل إنسان مسلم يعلم أن السرقة حرام، وهناك من يسرق وهو يعلم أنها حرام، أدركها بعقلي أنها حرام. لماذا يسرق؟ لأنه هواه جمع المال، فلما كان هواه جمع المال عمل بغير ما علم. كل الناس تعلم أن الزنا حرام ولا يقبله في أهله ولا في بناته ولا في زوجته، ولكن لماذا هناك بعض الزنا يزني؟ لأنه نظر إلى هذه الشهوة بهواه يريد تحصلها بأي طريقة كانت، فهواه منعه من أن يعمل مقتضى ما يعلمه. فإذا الهوى مانع من العمل، وكذلك هذا من جهة العمل، والهوى أيضا مانع من العلم الصحيح. فالهوى يعمل في جهتين، يجعل هناك عطبا في إدراك العلم الحقيقي، ويجعل هناك عطبا بعد إدراك العلم الحقيقي في أن تمتثل للعلم الحقيقي. ولذا عليك أيها المسلم أن تعلم أن الناس تائهون عن الحق بالعقل، وتائهون عن الآخرة بالهوى، فخالفهم في ذلك، وكن خلف من كان معصوما عن الهوى ومعصوما في عقله، لأنه أفطن الخلق وأجمل الخلق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سرت خلف النبي سرت خلف الحق، وإذا تمثلت النبي في أحواله عملت المراد. ولذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه المقدمة كلها لمعنى هذه الآية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، فالخلاصة للنجاة لابد ألا تتبع نزوات نفسك ولا رغباتك العاجلة، فإذا اتبعت نزواتك ورغباتك وشهواتك بغير ضابط وقعت في الهلاك أيها الإنسان، أهلكت نفسك. انظر في أوروبا الآن، يجعلون الشذوذ حرية ويجعلون كل قبيح أن هذا يريده الإنسان، وطالما الإنسان يريده فليس بقبيح، فيسيرون بغير ضابط، ففعلوا ما لم يفعلوا حتى الحيوان. فإننا لا نعرف في الحيوانات أن ذكر ينزو على ذكر أو أنثى تنزو على أنثى، لا توجد في عالم الحيوان. فتدنوا بعقلهم الذي هو ملبس بالهوى، تدنوا إلى أدنى من الحيوان حتى تعلم إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل. وكأن الله عندما قال إن هم إلا كالأنعام ضجت الأنعام، فجبر الله خاطرها، قال بل هم أضل، بل هم أضل، وليس أنتم أفضل منهم، حتى تعلم خطورة العقل بغير ضابط الشرع. فهم يدعون العقل، والحقيقة هم لا عقل لهم، لأنهم هم غطوا عقلهم بهواهم وشهواتهم الأرضية، ففعلوا كل ما يريدون بعجلة لتحصيل اللذة لا لتحصيل السعادة، فقامت حضارتهم لتحصيل اللذات لا لتحصيل السعادة، وقامت حضارتنا لتحصيل السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، سعادة الدارين. فهناك فرق كبير وبون شاسع بين مدنية غربية تبحث عن اللذة وبين حضارة إسلامية تبحث عن سعادة الدارين. فكن خلف أسعد الخلق لتصل إلى سعادة الدارين، فهو أسعد الخلق، منهم شقي وسعيد، ومن هو أسعد السعداء إلا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فسعادتنا باتباعنا له صلى الله عليه وسلم، لنتخلص من تكبيل العقل بالهوى ومن تدني النفس بهواها، فترقى وتطمئن وتنتقل من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة، فالنفس المطمئنة والراضية والمرضية والكاملة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقينا ليرقينا خلف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتبيض بها وجوهنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. يا أرحم الراحمين ارحمنا. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، وعافنا في أبنائنا وذرياتنا وأهلينا، وعافنا في آبائنا وأمهاتنا وأقربائنا، وعافنا في آل بيت نبينا وعلمائنا وفي بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين، وعافنا في ديننا ودنيانا يا رب العالمين، حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج الكرب عنا وعن المكروبين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين، وأدخل الفرح في قلوب المحزونين، وآنس وحشة المستوحشين، واجبر كسر المكسورين يا رب العالمين، واقبل توبة التائبين، وألهم العصاة والمذنبين التوبة إقبالي عليك يا رب العالمين. اللهم أخرجنا وأخرجهم من ظلمات الوهم ومن ظلمات الهوى. اللهم يا رب العالمين، نسألك نقاء النفس والروح والقلب يا رب العالمين، بمدد حبيبك المصطفى، أنقى من خلقت، وأطهر من خلقت، وأهدى من خلقت، وأعلم من خلقت، وأرحم من خلقت يا رب العالمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.